للمزيد من النقاش والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف من باريس الآن الدكتورة جيهان جادو، وهي المحللة السياسية. دكتورة جيهان، تحياتي لحضرتك في البداية. وقبل ساعات من انطلاق أولمبياد باريس، فرنسا أعلنت عن تعرضها لأعمال تخريب متعمدة على حد قولها. حتى الآن ما طبيعة هذه الأعمال، وأيضا يعني لماذا جاءت في هذا التوقيت تحديدا؟ دكتورة جيهان، إذا كنت تسمعيني جيدا، سؤالي لحضرتك يعني ماذا عن توقيت هذه الأعمال التخريبية التي جاءت في باريس الآن، وقبل ساعات من انطلاق أولمبياد باريس فرنسا أعلنت من تعرضها لأعمال تخريب متعمدة على حد قولها، تفسير هذا الأمر من حضرتك؟ مساء الخير لمبتدا المشاهدين. طبعا النهارده تعرضت شبكه السكك الحديديه اللي هي تي جي بي او القطار السريع هنا بفرنسا لعطل كبير جدا جدا، مما ادى الى شلل فعلا في حركه القطار السريع. فطبعا مما استنفر الحقيقه باريس كلها والمواطنين الفرنسيين وايضا الدوله الفرنسيه وحكومه ورئيسا، لان الحقيقه الوضع اليوم هو مع افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه وهذا الحدث الذي ينتظره العالم اجمع، للاسف الشديد تفتقد باريس اليوم على هذا الخبر المزعج، مما يعني الحقيقه سبب يعني اضطرابا امنيا كبيرا وايضا اضطرابا في حركه القطارات، لان في هناك في وفود مشاركه في هذا الافتتاح، وطبعا بكل تاكيد كانت هي بمثابه صدمه للجميع برغم كل الاجراءات الامنيه المتخذه، الا ان المخرجين ايضا استطاعوا ان يصلوا الى تلك الشبكه الكبرى من قطار التي جي بي او القطار السريع طبعا الذي يربط اوروبا ودول اوروبا عامه. فطبعا في هذه الاونه اعتقد الموضوع اصعب، يعني حقيقه صعب للغايه سواء امنيا او سواء ايضا يعني حدث ارباكا في الاجهزه الامنيه كلها، وحدث ارباكا ايضا مما اثار غضب، خصوصا انها جاءت ايضا مع تحذير فرنسا من ان هذه الاعمال التخريبيه قد تمتد لنهاية الأسبوع. يعني في رأي حضرتك، ألم تستعد باريس بشكل مسبق لمواجهة مثل تلك الأعمال قد تكون متوقعة أو متعمدة كما صرحت بعض القوات المعنية في باريس في هذا التوقيت؟ بكل تأكيد باريس منذ فترة كبيرة جدا جدا، والدولة الفرنسية وهي على قدم وثاق بهذا التنظيم الرائع الحقيقة، لأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الأحداث التخريبية، وأن هناك فترة كبيرة جدا جدا أصبحت يعني فرنسا كانت تنظم هذه تنظم لافتتاح هذا اليوم الهام، لكن بكل تاكيد هناك ايضا المخرجين الذين دائما وابدا ينبثون ويحدثون بلبله كبيره جدا، والمقصد منهم هو ضرب فرنسا اقتصاديا خاصه في هذه في هذا اليوم الهام، والعالم كله في انتظار افتتاح تلك الدوره. فطبعا بكل تاكيد الحذر لا يمنع القدر، يعني الحقيقه طبعا فرنسا متاهبه جدا منذ يعني عام مضى لتنظيم هذا الحدث الهام، لكن بكل تاكيد. ولكن يا دكتوره، وصف تلك الاعمال بالتخريبيه هل يعني يستبعد فرضيه وقوع هجمات من الخارج تستهدف دوره الالعاب الاولمبيه؟ هو لا يستبعد ابدا ان يكون هناك، لان المقصد اذا نظرت التخريبية هي المقصد هو ضرب فرنسا وهز يعني هز صورة فرنسا أمام العالم. وطبعا بكل تأكيد من يحدث هذا أو من يقوم بضرب هذا الخط الهام ويمكن الموقع الهام بالنسبة للقطار السريع وهو محطة كبيرة جدا جدا، هو يريد بالدرجة الأولى هز صورة فرنسا أمام العالم
في مثل هذا اليوم. فطبعا لا نستبعد ابدا، ما اعتقدش ابدا ان اي مواطن فرنسي يحب بلده او اي من المواطنين الفرنسيين قد يحدث، لان الحقيقه تواضع الاتهام اشارت ايضا الى بعض اللي هو ضد السياسه الفرنسيه او ضد يعني سياسه ماكرون، لكن انا استبعد هذا السيناريو لان الحقيقه لا يوجد ابدا مواطن فرنسي يريد ان تهز صورة البلد. اذا من المستفيد من هذه الاعمال التخريبيه؟ المستفيد الوحيد من الاعمال التخريبيه تريد ان الحقيقه انا لا ليس جهه اتهام دوله عن اخرى، لكن الحقيقه هناك دول كبيره وكثيره جدا جدا تريد ان تهز صوره فرنسا حتى تزعزع انها في هذا اليوم. وطبعا يعني لا نستبعد ابدا ان يكون هذا الحدث أعمل. يعني توقعات تشير الى جهات خارجيه وليست داخليه فرنسيه، يعني كما فهمت من سياق حديثك دكتوره جيهان. اتوقع ذلك فعلا وبشده، لان الحقيقه لا يوجد ابدا مواطن يحب بلده ان يحدث هذا التخريب وفي هذا اليوم الهام الذي ينتظره العالم وينتظره الفرنسيين على اهوة الاستعداد، ويستعدون لاقصى ما في وسعهم حتى تكون بلادهم في ابهى صورها هذا اليوم. فاعتقد انها اجندات خارجيه للاسف، اولا لضرب اقتصاد فرنسا، ثانيا ايضا لهذا صوره فرنسا امام العالم سياسيا وامنيا. من باريس دكتورة جيهان جادو المحللة السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك.